انسخ شيخ بجودة مواليها عاش بسلطان براس المجادي يوم عطلة بلاده مضريها ما لا تحد ويا اهل عزم ليادي دام بسلطان. تحية مستمرة انطلاق يتجدد مشاهدينا متابعينا الكرام متابعي انطلاقاتنا وتحدياتنا المثيرة هناك ايضا نرحب بكم في هذا الانطلاق وفي هذا الملتقى الجميل والتحديات المثيرة هنا في هذا الشوط. ينطلق منذ قليل شوطنا السادس الذي يضم هناك ايضا وياتي مع الجعدان في هذا المسار الجميل والتحديات المميزة هنا والغنية دائما عن التعريف. مباشرة هذا هو العابر من يتقدم في هذه اللحظات بقيادة سلطان بن مع بن كلثم على خيلي يقدم العابر الذي اختطف نقطة في صباح هذا اليوم على المركز الثاني على الوصول والتقدم هنا في هذه اللحظات على الوصول من لاهي سالم بن سعيد بن سهيل العامري يتقدم في هذا الشوط المركز الثالث القادم الواصل الحاضر مغامر هذا هم غادر راشد بن سليمان بن حمد الشامسي وهنا الوصول من متعب حمد بن محمد بن سالم الوهيبي اللي احتل المركز الرابع هناك ايضا وصول وتقدم مع المركز الخامس في هذه اللحظات المركز الخامس وصول من لحام الرقم 5 هناك واضح مبارك بن سالم مبخوت بالعفش المنهالي والمركز السادس القادم هناك ايضا سرمد عبد الله بن محمد بن شيره العامري وهناك ايضا من الجانب الاخر الوصول التسلل الحضور في هذه اللحظات الحضور من مهاجر علي بن سليم بن حميد الوهيبي يتقدم في هذه اللحظات قادما من السلطنه هنا للمشاركه ما بين اخوانه هنا في هذا الانطلاق يا سلام يا سلام يا سلام على البدايه وين الصداره وين والمركز الاول هنا وين يا سلام بقيادة من على المقدمة في هذا الانطلاق في هذا المسار ياهو تحدي ياهو إثارة 1200 بقيادة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم ويقدم لنا متعب على الصدارة الأولى في هذه اللحظات في هذا المسار الكيلومتر الأخير والخطير يا سلام المركز الثاني القادم في هذه اللحظات لاهي سالم بن سعيد بن سهيل العامري شعال بن كلثم اللي تدخل في هذه اللحظات بينما المركز الرابع القادم في هذه اللحظات من مغادر راشد بن سليمان بن حمد الشامسي يتقدم في هذه اللحظات في هذا المسار البداية وين الصدارة وين يا سلام يا سلام على هذا الرقص ياهو رقص ياهو تحدي إثارة هناك أيضا من لافي هنا في هذا الانطلاق لافي ولفاكم العامري مع لافي بن كلثم يحاول باحث عن نقطة ثانية في هذا الانطلاق ما بين العابر ولافي سرمد قادم ولكن العابر إلى بر الناموس العابر إلى صدارة هذا الشوط مع المركز الأول في هذا الانطلاق النقطة الثانية بن كلثم النقطة الثانية سلام إلى سيح صبرة سلام إلى العين سلام تهانينا والناموس على
هذا الفوز، فوز هناك ايضا فوز العابر على الصداره، وعبر العابر، عبر العابر الى بر الناموس، والنقطه الثانيه من نصيب هنا هذا الشعار تهانينا والناموس. المركز الثاني متعب حمد بن محمد بن سالم الوهيبي اللي احتل المركز الثاني في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل. نقلتنا للمركز الثالث ولحظات وصول المركز الثالث. المركز الثالث هناك ايضا وصل وتقدم لحامل رقم ثمانية. ما في ثمانية، ما في ثمانية كلش ما في. هنا ايضا عظمنا ايضا الكشف على المرافق في علبة النقل والتصوير. هنا ايضا اعزائي المشاهدين متابعينا الكرام، وفي هذا المسار هذا لافي، لافي اللي حضر على المركز الثالث سالم سعيد بسهيل العامري، وايضا بقيه المراكز مع اعضاء خط النهايه. هنا ايضا اللي حامل رقم 6 وصل على المركز الثالث. هكذا ايضا توقيتنا الزمني 4 دقائق 55 ثانيه بالوفاء والتمام والكمال، وفي ايضا انطلاقاتنا وتحدياتنا المثيره والمميزه دائما في هذا الميدان.